يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في زماننا هذا طرق السفر مليئة بالسيارات، فهل يعتبر المسافر والراكب وحده يعد شيطانا؟ لا ما يعني الشيطان، لأن هذا مثل الشارع، مثل اللي يمشي بالشارع، الناس معك يمشون يلازونك ويمشون معك رايحين، أنت في شارع ما ولا تخاف يعني خطر مثل المنفرد اللي ما عنده أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عروض التجارة هذولا اللي يمشون حولك في حكم الرقة. نعم.